like a Hellcat. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد اللي غادي تسمعوا فيه واحد الحقائق صادمة جدا وخطيرة من جار الممرضة اللي ولدت أمي فاطمة. فبلا ما نطول عليكم نخليكم تسمعوا المكالمة الهاتفية ديالو وشنو تيقول، وفرجة ممتعة. والسلام عليكم. غير شويه جار من وهاد السيده الحاجه نعيم، جارات السيده الحاجه نعيم عادي رشيدي، ما نقولش سميه. نعم سيدي. خليها الفم ليا. نعم سيدي. جار ديالهم. نعم مرحبا بك خويا. هاد السيده هذه، هاد السيده هذو ساعه هي ساكنه مع خوها. نعم. خوها نيت في الناشيه راه شي سمعت عنده. السيده في الانعاش. السيده في الانعاش. في الانعاش. لان خويا مشينا قبيله انا وامي فاطمه وبدينا كنسولوا حتى لقينا الدار ومشينا عندهم. جاوبني الاخ ديالها خرج عندنا بكل اداب وهذا، قال لي اختي راه ما كايناش. قلت له واش ممكن تعطيني غير رقم الهاتف نتواصل معها؟ قال لي من هنا 20 يوم عاد تكون. واخا نعطيك رقم الهاتف ما يمكنلاش تجاوبك. لا ما يمكنش لان في الانعاش هي راه مريضه، ربما السيده هذه النيه ديال السيده دي ربما راها يعني وصلتها. مريضة في الإنعاش. إمتى دخلت الإنعاش؟ نعم لا. إمتى دخلت أخويا الإنعاش؟ راه شحال هذا هادشي شي يوم باش دخل، هي في راسها هادشي كامل، هاد القصة هادي راه كاملة في راسها. في راسها يعني شافت المباشر. شفت شي فاونة أنا، ربما تاهي راه عندها شي شك، تنظر منها حكاية شي باش نتقوها النيت، عاد تدخلوها تما مزوجة بشي طبيب. وحكات لي ربما تاهي كتظن تاهي تقريبا شي 80% انه تكون هذوك البنات ما تكون البنات تظن، لان مازال هي ما جمعش راسها ما عندهاش داكشي ما صحاش مزيان. يعني اخي بان الممرضه دابا كتقول بان حتى هي تتمشي 80% كتقول بان هادشي الهضره اللي كاينه دابا ديناش، ولكن هي غتاكد حتى قالت بصح هذا باش عيط داكشي. اما خوها راه في راسه كلشي حشوم عليه، واخوها اخوها اخي الاخ ديالها قال ليها المهمتي كتقول له قدام الباب، كتقول له عافاك بغيت اختك تحيد التقليد عليها. قال لها المهمتي، قال لها هادشي اللي كتقولي ما منوش. الله يهديك، وراه عارف كلشي، وراه عارف السيده غازله بناتها، وعارف كلشي. الله يهدي السيد، وراه عارف كلشي. معاوده ديال اختو عارف واش كنت كدير ليها من الاول، وراه هي العائله بلا ما نقول بالسميه اللي تابعها الحليمه، هي هذيك راهم عائله كبيره تما في افريقيا. هما راه من داك الشكل ديال داك السيد التاجر اللي كان تحبس على السيد هادي، تا هما كانوا شويه واعرين تقريبا، وصل شويه بزاف بعد من الخوف داك الشيء، وكيعتبروا راسهم يعني من واحد العائلات بزاف في البيت تما، كيعتبروا راسهم في البيت ديال الولاد. نعم، يعني انت عندك مصدر موثوق ان يعني الممرضه دابا؟ نعم. يعني ممرضه في اخبارها؟ في شك، يعني في اخبارها. هادشي كامل تصرف وراها هي شويه مازال مريضه دركا، ما هي في انعاشي، هي راه مريضه راه وراها عارف تسوي هادشي كامل. واش هنايا نيت في خريبكا ولا خارج خريبكا؟ خريبكا هاي لا تينا تيا كاين تسمى كاين، وراها كل وراها شتي خواتا وراها مع السيارة كانت وراها كبار كلهم يعني حبيبيا كانوا. نعم. فراها كان الشيء ديال الشكل ديالو داكشي، تا هو راه مريض، ختو تا هي ختو راه كتمشي نهار الجمعة. نعم. مع كرسي تا هي راه من البنوك ديال الناس اللي كانت كدير داكشي. هي بكرسي ديال الجامع، نهار الجامع هي بكرسي طيحها بكرسي قبل ما تمرض. يا الله يا ربي يا ربي طول في عمرها غير تحيد التقليد عليها. راه خاص خوها، خاص اسمح لي نقول واحد القضيه، واحد خاص خوها هو، خاص خوها هو دابا، هي دابا راه كبرات، هي راه ما تسمعش ولا ما شفتش راه كبرات. لا خويا انا ما تنعرفهاش والله. الاخ ديالو اللي خاصو يدفعها باش تقول، لان بزاف الذنوب راه الذنوب بزاف، راه ماشي غير هاد السيده اللي دات ليها. نعم. راه كاين شي بنات اخرين تاهما، هي كانت قويه في واحد لوبيتال ديال الوسيط، كانت راه كتبالغوت بزاف، تدخل السبيطار تسمع غوت هي، حتى لهنا باقي فيها الغوت هي، وكانت وشوف الحسن، شوف سبحان الله العظيم هاد البنود ديال العائلات كاملين، هي بقات حتى هي ما تزوجت ما ولدت. لا إله إلا الله. لا راجل لا ولاد، وهي دابا مرضات دابا، ومؤخرا كتمشي للمسجد، كتمشي للمسجد في الكرسي، طريحة في الكرسي، كتمشي تعرج في المسجد، تصلي فيه. رجعوا تكنت بقات دابا ثلاث غير مع خوها هذاك اللي جيتو عنده،
تلات مع دابا تسكنوا داك الشيء الدون ديال العيالات كاملين دابا يداتي هو السيده ديال سكنها بالماسر غنتسنى معكم دابا كاينات راني كنشوف دابا في لا فيديو هنا عندكم هذا الماسر مسكين كنتمنى من خوها كنتمنى من خوها وكنتمنى راه عندها عيد تما ولاد خوتها وداك الشيء كنتمناهم يقولوا لها على الاقل السيده الا ما كان هما هي تي شاكه راه شاكين هما في انه راه غايقول لك تيقول زعما لا يعني دابا يعني دابا ملي مشيت عند الاخ ديالها انا وامي فاطمه هاد العشيه يعني هو عارف هو عارف الله يهديك راه عارف هو عارف كلشي كيدير اختو راه كلشي عارفه هو هما راه كلهم ماشي راه هو الان هو توا نيت راه كان واعي هما كاملين هذوك العائله تبع حليمه كاين العائله ديالهم هي بلا ما نذكرها نعم هي راه مشهوره في ديك عندهم نفوذ كانت هما راه هذاك السيد اللي عودوا عليه التاجر اللي تعرف هاد السيده هادي نعم هو راه من الطينه ديال دوك الناس هما دوك راه من الطينه ديال الناس هذاك السيد اللي شتي عائلته هو راه من الطينه ديال دوك الناس كامل هما راه مشهورين في ريبيكا كانوا عندهم نفوذ وكانوا كي واحدين في خريبكا هما وتقف العائلة تما في خريبكا وشوفين تما كيفاش كانوا يعني كاين عائلة خوادري كاين عائلة هادو بلا ما نذكر سميها نعم هادو كلهم كانوا مازال هادو ديال كاين شي وحدين اللي شوية عماد هادو التسمية ديال الدنيا ديال تبع حليمة نعم هادي راه كانوا مشهورين في القطاع في خريبكا وحشومة عليه دابا هو أحسن دابا كاينات قبل ما تموت هي بعدا ما تبيش مع هاد السيدة بكات قدامها هذا هو اللي كنتمناو والله يعني حنا خويا ملي مشينا والله ما خلاتنيش مي حليمه كاع نهضر تقول له الحاج انا بغيت تحيد التقليد عليها وقال ليها ما كايناش لا هي ما كايناش هي في الانعاش يا دابا داك الذنوب اللي كانت دارت كامل كتهضر تصرف فيهم كل شتي راه غادي للجامع راه غادي تتعرج وكبرات وهذاك الشيء ماشي غير هاد المراه هادي نعم كاين عائلات اخرين الله يسمح ليها كنتمناهم الله خوها كنتمناهم الله الا رجعت لصحتها نوم الله بعدا رجع صحته هذا خويا يزيرها باش تعاون هاد السيده هذه على الاقل هاد السيده اللي باينه نعم هذه بعدا اللي خرجات للاعلام هذه واهي يوريها بناتها لان هي امراه شاكين بان الدريات هذوك الجوزات اللي تيغنيو ما عرفتش سميتهم بانهم تمام ام بناتها فهمتي نعم. شاكين هما ولكن هي دابا خاصها تخرج خاصها دير اتصالات هي سير عارفه اللي دخلات وعارفه اللي جابت الام البنات نعم وسمعت القصه ديال واحد السيده اللي كانت تعاود من فرنسا كانت هي راه معروفه هذيك السيده حتى هي اللي عادت تسافر فرنسا قبيله هي كانوا بغاو يشدوا من عندها شي بنت وداك الشيء ربما شدوا من عندها بنت اي راه شدوا من عندها بنت حسب هذه السيده اللي قالت لنا راه شدوها وسموها توريا وراه باقا دابا كاينه قال لك يعني وعطات الفلوس وشدوا البنت وخويا راه عندنا يعني عندنا شوف عندنا اتصال عندنا مازال معطيات اخرى يعني تحفظت القناة على انها ما تحطهمش الا في الوقت المناسب يعني كاين حوايج اخرى غادي تحط وغادي نزيد نقطه اخرى ثاني مهمه نعم راه كاينه واحد السيده ولا زعما لا كان لا وسط صارت واحد التصويره نعم نفهم بها واحد السيده لان واحد السيده كانت حاضره مع هاد السيده هادي حليمه كانت حاضره معاها ملي عطات الدريه وشدت فلوس هاد السيده كتعاوتي راه كبيره هاد السيده تاهي هاد السيده كانت كدير غير الميراج في لوبيتال ديال لوسيت كانت تحضر معاها وان هاد السيده هادي راه ملي جات الفلوس جات من عند واحد السيده تقول لها العيديه قالت تعاود المراه هادي تعاود العيديه تبعت الفلوس وما قنعاتش هي ما كتقنعش هذيك يعني كان بيع وشرا في الوليدات الصغار كان بيع وشرا فوالا دابا جات الفلوس وقالت العبديه قالت لها السيده تي راه ماتت صرفت قالت ليها قولي غادي هو داك السيد التاجر هذاك اللي كان كرش هاد السيده هادي نعم قالت ليها شوف قالت لها قولي راه ندوز عندك يعني باش تزيد باش تعطيني لان هادشي ما كافيش معليش وزيد منهم الله سبحانه وتعالى هو دابا يرى البنات دابا هي راه رفقت انا والخوا دابا الخوا دابا خاصو ربما هي ربما الانعاج دابا دخل عليه معاش تقدر ترجع صحتها الاولى تخطوها بشويه باش حيد ليه دابا هو راه يدير نعم فعلا الا عرف شي حاجه راه خصو يحيد حتى هو التقليد عليه شي عندها ملي كتكون تهضر شويه لان ربما تكون الطاقم صاحب المدرسه يدخل عندها الانعاش ولا تخرج لها من الانعاش ما يخليهوش ولكن هو يقرب منها قبل ما ربما تهضر الدنيا وداك الشيء ودي معاها الذنوب هذه على الاقل السيده بدات قدامها ولا شافت كتبكي ما بغاش خليها شافت شو عندها يهضر معاها بشويه ويعطيها وشد العيال النساء اللي كانوا دخلوا في هذيك القيته ملي ولات السيده بناتها بناتها ويمشي وهو يتصل بديك السيده وهادي ويوصلوا الدريه لهنا يعني ربما السيده اللي غتجي تخطط توصل كان الدريه هذوك المغنيات وهذيك السيده اللي كانت قالت لك رجع لك القصه ديال السيده ديال كانت
الميناج في لوسيبي هذيك كانت بتعطي واحد العائله اخرى تسمى خريبيت ابو بشوري. هاد البنات نيت هاد التوام هادوك ولكن صفقه حليمه هي صفقه. انت قول لي خويا واش هاد السيده هذه اللي كدير الميناج ممكن اننا نتواصلوا معها؟ نتكلم واحد الفيرم الفاسه غادي تقارنوا هذيك تصوراتهم خزنا على حليمه. نعم اذا اخي غادي مازال غادي نبقى على اتصال معك لان فعلا عندك معلومات. هذيك عطات صوراتهم باش توريهم واحد العائله اخرى كانوا مصورين في ريبيا. هما كانوا واخا باغيين بنت باغيين بنت وقال لها كاينين جوج بنات وبغاو ولكن دابا هذيك صفقتها حاليا ما هي صفقتها مشات بجوج الدريات اللي رجعت السيده ولكن سي عطاو لاباراي ديك الفايسه كانوا وراهم. دابا اللي بغينا نعرفوا غير هاد الدريات هادو واش كيتعطاو؟ واش كيتعطاو وكيكون يعني شي داكشي بالارشيف في المستشفى ولا غير كيتعطاو هكاك؟ لا اختي هي فلوس هذيك قايسه كان تاع الفلوس تاع السيده تاع هي ديال النظافه كانوا غيدوروا معاها قالوا ماشي هذه ما كانتش تصرفهم هذه كانت غتوريهم لهم غيديهم قانونيين وكانت غيدوروا معاها ولكن دابا كينات السيده هاد الاخرى هذه هذه كانت كتبيع هذه حليمه الله يسمح لها كانت كتبيع الدريه كانت متسلطه كانت عندها نفوذ في المغرب دير اللي بغات وما يوقع لها حتى حاجه. لا اله كانت هي خريب كاع مزلزله داك لوبيتال ديال الوصيفيات كانت مع صوتها هي دابا راه ولا سميتو ولا دابا مستشفى الشيخ زايد ما بقاش ديال الوصيفيات دابا تغوت ياخد في لوبيتال تسمع تقول حليمه رياض تغوت ما بقاش ديال لوبيتال وعاد واحد الصوت هي راه شتيها صحيحه راه حتى انا الصراحه ما عرفتهاش وما عمري ما شفتها وما كنعرفهاش بحكم انني انا ماشي بنت خريب كاع. مي فاطمه ملي كتجي توصفها كتقول قاصحه واعره. واعره راه واعره هي مشهوره في قريبيا كلها ماشي غير ماشي غير عاود السيده مشهوره في قريبيا بزاف وبزاف ديال الدريات بزاف راه كانت كانوا الله اعلم حتى داكشي ديال ماتت ويضربوا كانت تما شويه السيبه في هذاك لوبيتال كانت واحد شويه ديال السيبه تما كاين هذاك لوبيتال ديال الوصيف بحال لقيتها كان في هذا الشيء كان شويه بزاف يعني كان هذا الشيء كثير في واحد الوقت واحد الوقت راه كانوا تيقولوا حتى تخطات كاع من لوبيتال ما كنتخطى لا والو خطايرو ما الله يستر الله يسمح ليها دابا خاص دابا خوها خوها ما يخليش هذا الشيء دابا يمشي هكا خوها خاصو دابا على الاقل السيده بقات قدامه بقى فيه حشوم عليه يوري يمشي يشوف خطو ويقول لها تعطي النمره ديال الناس اللي انت اللي دخلوا في الاول لان راه كاينه اتصالات. نعم فهمتي الجلطات هادوك هو ما تعرفش شاكين انت ما شاكين في هاد جوج دريات اجل بنيتات هادو انهم جوج تيغنيو هذا انهم بنات هاد السيده هادي حتى هما شاكين ماشي شاكين هو تيقول لها سير المهم تيقول لها سير المهم تبني هانيه هو دابا نكح قضيه هو دابا باش خايف خايف دابا يجبد صداع لختو واش غيديروا ختو دابا راه شرفات وراه غتموت غير خايدوا الحبس غيدوا الحبس يا تموت قبل ما تدخل الحبس يا حيد لها شويه الذنوب قتلها شويه الذنوب اما هو ما عندهم ما يديروا لها دابا هذاك الشفاء دابا كاين غيجبد دابا خاف يجبد دابا شي حوايج اللي هما قدام ديال السيده كانت شي شويه كاين بزاف الحوايج خايبين وهذا خاف دابا داك الشيء داك الصداع القديم شي دابا كيقول لها سير المهم تكوني هانيه ولا سير هو كيسمع دابا ما يطيق هو قال لنا الا كانت ولداتهم في السبيطار دلو سي بي سيروا شوفوا الارشيف اما قال لك كاع تجي تقدر كاع تجي حليمه تقول لك ما كنعرفكش وتنكرك والله هذيك في الثمانينات كان الارشيفات كلشي كان تتدور فيه ماشي بحال دابا دابا ولات القضيه شويه مزيره واحد لقيت لوسيبي ما كانش داير معاهم البال كنت تابع لوبيتال كنت تابع لوسيبي وما كانش عليه مراقبه بزاف. نعم واحد لقيتها الثمانينات كان ما كانش مراقبه بزاف وهاد العائله تقول لك وهاد العائله ديال الثنيه ديال هي لما نذكرها هم كانوا مشهورين في قريبيا تيقطعوا كانوا عندهم نفوذ وداك الشيء كانوا كيديروا اللي بغاو حتى ما يحكم فيهم لا بوليس لا حتى ذلك ما يخليوش الهضره كثر عليهم وداك الشيء احسن دابا كانت على حنا وين هاد السيده هادي وراه مشات بناتها وصلت لنا هي عارفه هي عارفه الخيط اللي عيط عليها وعارفه اللي ما عطاتش البنات وما عيط عليها وشكون هادي كل شيء معروف وربما ديك السيده اللي ديال سميتو الى عندي ربي خصك تما ديالك الى لقات الصوره اللي نبات شي مره لقات الصوره وقعدت تصور ديالها ديال كتخدم في الوطن وهذا لقات شي صوره ديال جوج دريات بنيتات صغار. نعم. فإلا كانوا بنيتات صغار غادي تولدوا لهم ولاد الدريات عندهم التصاور ديالهم صغار غادي تقارن التصاور وتشوفوا داك الشيء
الله يحفظك خويا. انا راه غادي نسالي، غادي نتواصل معك من نمرتي الخاصه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك خويا، شكرا. بعيد شويه دابا ان شاء الله ان شاء الله، وي حتى الغدا ان شاء الله. مرحبا، شكرا، بارك الله فيك، شكرا للمعلومات، شكرا لاتصالك بينا، شكرا. مغربي حر.